تتكون الأسرة من 7 أفراد، زوجي عاطل عن العمل. بيشتغل ليش؟ لأنه صار إصابة عمل في رجله وقاصر عن العمل، عاطل العمل يعني. إحنا طبعا بيتنا مش ملكنا لناس، مش ملك الحكومة، وفي أي وقت معرضين للطرد. لا إحنا قادرين نحط حجر ولا إحنا قادرين نسلم. طبعا في الشتاء أصعب أوقاتنا، يعني صعب جدا في الشتاء. إحنا الوضع صعب، يعني نقول صفر صفر. في الشتاء البيت بسرب علينا مية وبنغرق، يعني نقول أموت أفضل ما أشوف أولادي بيغرق قدامي في الشتاء. إحنا زينكم بسرب علينا مية. أنا نمت في ابني، يمكن بنام في المستشفى أكتر ما بنام في الدار من كثرة إيش من الشتاء. بنبرد في الشتاء، بنغرق. آخر فترة آخر منخفض، يعني ابني انصاب في حساسية على صدره والتهابات على الرئتين، ونمت فيه في المستشفى 15 يوم. بسبب ايش يعني؟ الوضع اللي انتم شايفينه، البيت كله بسرب مي وفتح. احنا عايشين يعني على اهل الخير والمساعدات اللي احنا موجودة، وهي مقاومة الحياة. صعب، وضع صعب يعني. وين الواحد لما يعطيك 10 شيك تحسن عليك تحسن؟ صعب يعني، شايفين الوضع موجوع قلبي بزيادة، مش قادرة ايش اقول لحتى اقول. غصة في قلبي لما تقول لي عن الوضع. أكثر شيء لما نوجع كله مع بعض، وأنا وجعت معها. قعدت أنجز من هين لهين، مع محدش. صرت ركبت، الله يعلم، كنت أبيع السيج عشان أروح أوديه مع العلاج. كنت أحط الهوية عند الصيدلي عشان أجيب العلاج. عن جد يعني موقف لا يوصف. إني يعني لما كلهم وجع مع بعض وقد أجري فيهم مع بعض، أودي واحد وأجيب واحد. في مسكن صحي وبيت صحي اني اقدر اعيش فيه، امن اولادي وامن حياتي، بدل هالظلم والله. احنا شايفين العذاب. انا صراحة متعذبة من ناحية الكهرب. من جهة الكهرب خلال 24 ساعة بتجينا 2 أو 4 ساعات بالكتير. لا انا قادر اشحن لها والله. حتى مقاومة الحياة يعني احسن حاجة، مقاومة الحياة مش موجودة. لا ماكل ولا اشرب ولا ملبس. يعني الاطفال بتعرضوا للبرد اكثر منا. مش في غاز، فيش في عندناش خضره في بل. مش بحطوا الخضره في المطبخ باسم مطبخ. بس الحين بتشوف احنا بس عايشين باسم مطبخ. ايش بدي احكي لك بزياده؟ سفر المطبخ، فيش فيها حاجه، لا غاز ولا جره زي هالعالم. نفسي بفرش يعني زي الستات اللي مش عارف ايش اوصف. نفسي مليون كل حاجه من ماكل. الصبح صيحت الصياح الله يعلم فين. جيت ولد وانا ندان اصلا. فيش طلب من الاكل. طب منين اجيب اكل؟ فيش لا اكل في الدار. قعدت اشحى دورها حبتين بندور وعمل هو. طب ما انا من وين اجيب؟ لا طحين مع الناس نشار، هم اللي بيحرقوا دمي ولادي. بس نسي امن لهم كل حاجه. ايش مواد امن لي؟ من ماكل، من مشرب، من ملبس، من اي حاجه. حتى نفس الفلعب انا بقدرش اجيبها. من امي قعدت على التفاح ولا حاجه بيطلبوه، مش قادره اجيبها. الحين بروح على العياده نفسي اجيب، بس مش قادره. الماده شو الماده صعبه 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 على الاخر. بقول لهم بدير زي هيك، بقول بكره اجيب، بكذب عليهم، بجيبها. ما بقدرش.